من البرلمان إلى الحكومة. آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023. يسعى العديد من المواطنين للتعرف على آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يترقب المواطنين على أحر من جمر قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء، ويتردد مشروع التصالح في أروقة البرلمان وبين عدول الحكومة عن مناقشة الطلب مع تعديل بعض المواد حتى يكون أكثر توازنا وتحقيقا لأغراضه. قانون التصالح في مخالفات البناء 2023. وكان مجلس الوزراء في وقت سابق له برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش بعض التعديلات المقدمة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير بعض الإجراءات للتوصل إلى صيغة أنسب لتحقيق مصالح المواطنين. كما ناقش أيضا مجلس الوزراء بعض التعديلات التي تهدف إلى إزالة العوائق والإدارية والإجرائية، وتناولت التعديلات المادة المقررة لتقديم طلبات واضع اليد لتقنين الأوضاع لستة أشهر إضافية، مع جواز مد هذه الفترة إلى أخرى مماثلة واستحداث لجنة تظلمات والعمل على تقنين تحصيل مقابل الانتفاع مع واضع اليد. موعد قانون التصالح في مخالفات البناء. ويسعى العديد للتعرف حول إمكانية الحكومة لطرح قانون التصالح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي في البرلمان وانتهاء عودة المجلس بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، في حين توقع عدد من النواب أن يتم طرح مشروع قانون التصالح قريبا بعد انتهاء الحكومة من إضافة بعد التعديلات عليه، في حين طالب البعض الآخر بعدم الاستعجال في خروج قانون التصالح للنور والعمل على إعطاء الحكومة مهلة حتى تضع الضوابط اللازمة لمشروع القانون تجنبا لأي معوقات مماثلة للقانون السابقة. يقول النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قانون التصالح في مخالفات البناء إنه لا بد أن تسرع الحكومة في إصدار القانون والخروج للنور، وأن التأخر في صدور القانون يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه على الأقل.